تعالوا كده نعلق على الرز الاول قبل ما نبدا اي حاجه. ده هنا طبعا مسخنه عندي الحله، هجيب سباتولا كده هحط بقى ايه، هعمل الرز بقى بمعلقه سمنه حلوه كده اهو، واحط شويه مستكه ورق لورا كده وحبهان اطعم بيه الرز بتاعي. تمام، هحط الشعريه انا محمراها عشان بس الوقت. تمام، انتوا طبعا هتحمروها عادي. تمام، وهبدا بعد كده احط عليها المستكه، اول ما بتنزل على السمنه بتدي طعم فظيع، ريحه فظيعه بجد اهو. بصوا احط بقى الرز بتاعي، رز مصري طبعا، واقلب بقى كده مع بعض، اشرب كل الرز بتاعي والشعريه من السمنه والطعم بتاع المستكه والحبهان وكل الكلام ده، وابدا بقى ايه افلفله بشويه الميه كده. يبقى احنا حطينا السمنه، حطينا مستكه وورق لورا وحبهان، اطعم بس بيهم شويه الرز، بيديني كده طعم حلو قوي لما بحط الحاجات العطريه دي فيه. وبعدين بحط الشعريه بحمرها، وبعدين بحط الرز بتاعي، هقلب كده تقليبه، وابدا بقى اجيب الميه السخنه وافلفل الرز بتاعي اهو. بصوا افلفل الرز عادي خالص، لو انا مش بعمله بمقدار هعمل الميه اكتر من الرز بعقل صباع. انا دايما الحاجات دي بقولها للناس اللي اول مره تدخل مطبخ او ما عندهاش خلفيه بالمطبخ. طبعا يعني انا عارفه ان في كل الناس كمان بتتفرج علينا كمان يعني اساتذه في المطبخ، بس انا يعني ايه بحاول الناس اللي اول مره تدخل المطبخ تبقى عارفه برضو ايه احنا شغالين ازاي. معانا اسماء، صباح الفل يا اسماء. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله والله العظيم انا بحبك قوي. انت عارفه انا بحبك قد ايه. الله يخليك يا حبيبتي، تسلميلي يا رب. يعني بجد قناه الحياه دي ما بتجيبش غير احسن ناس. الله يخليكي والله، عشان انتوا بس اللي بتتفرجوا علينا حبيبتي، عشان انت عشان انتوا بس المشاهدين بتوعنا. انا بحبك قوي قوي يعني. الله يخليكي، انا مش مصدقه نفسي اللي انا بكلمك. تسلمي والله. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي والله، ده انا اللي مبسوطه جدا اللي انت بتكلمينا. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي يا حبيبتي، يسلم لي ذوقك. عايزه والنبي اعرف طريقه عمل الرز اللي بلبن. حاضر، الرز المعمر، الرز بلبن ولا رز، معلش اشرحي، رز بلبن ولا الرز اللي مطبوخ بلبن؟ الرز اللي بلبن، الرز المطبوخ بلبن. اه الرز المعمر قصدك، تمام صح كده؟ ولا رز بلبن الحلو؟ الرز اللي بلبن الحلو للاطفال. طيب خلاص هقول لك رز بلبن. حاضر، عينيا. طب انا عايزه اتواصل مع الاستاذ ريهام سعيد. طب ممكن تسيبي لنا رقمك وهنحاول نوصل لفريق الاعداد للبرنامج ريهام. حاضر يا حبيبتي، عينيا. ميرسي لتليفونك. بصوا خلاص هقلب بقى كده، حطيت طبعا ملح، حطيت رشه بسيطه فلفل اسود، يعني رشه لا تذكر، ما تحطوش كتير عشان ما يغيرش ايه يعني اللون بتاع الرز بتاعنا. بيغلي اهو غلوه كده، وهغطي يعني هغطي عليه، واول ما الميه تتشرب شويه هقوم موطيه عليه.